إذا سافر الإنسان فإنه أثناء سفره يقصر الصلاة، هل له أن يأتي بالسنن الراتبة؟ لا، إلا راتبة الفجر. راتبة الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا. وأما الرواتب غير الفجر إذا قصر الصلاة فلا يأتي بها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت. تم مسبحا يعني مصليا نافلة. نعم.